وهنا أركان السعودية. شايفين هذا الأخضر اللي هنا؟ هذا هو أركان السعودية. اليوم بنروح عند هذا المكان اللي هو تاور أوف ذا سن. هنا في نفس المحطة مجسم لسيف النار، وهنا حاطين مجسم لقطار أو حق بزران، بس طبعا لازم ندخل جوا كل شيء. هنا مقعدة حاطين فيها أزرار لضغطها بس والله. هذا هو ثور الطسان. موجود في داخل حديقة، وهنا جنبه في ذا المول كبير. هذا المكان اللي صار فيه إكسبو 1970، هنا كان في أوساكا. شوفوا اختلاف الثقافات. هذه شارية قهوة حاطة فيها 17,000 كيس سكر، وانا ما اخذ فانتا، ما ادري ايش جايبنا هنا احنا. هذا هو البرج، في الصور كان قدامه فيه زي المدرجات كذا وقت الاكسبو، بس غيروها بعدين. شوفوا البرج كيف شكله، كانه معصب. هذا شارع فيه سكرة، وهنا حصلنا زي الماتسوري صغير. احسهم غاصبينها تمشي على رجلين. هذا الركن مسوينه حق الاكسبو، هذا الاكسبو الجديد اللي حيصير في 2025، وهذا القديم. خلينا نشوف ايش عندهم. عندهم اشياء قديمه من ايام الاكسبو، في اشياء غير عن حن اليابان بعد، يعني مو بس الاكسبو حق اليابان. شوفوا هذه مكتوب عليها اكسبو 2016 اتلايت انتاليا، والله واضح تركيا، مدري يمكن في هذه بعد، هذه حقت اوساكا حقت اليابان. مش بعد، هنا في ملاعق، كل اشياء من اكسبر القديم. في هنا في ميدالية برضو من إكسبو 1970، هذا جبل فوجي من ورا. شوفوا هذا خريطة الإكسبو حق 1970 في اليابان زمان، نفس المكان اللي احنا فيه الحين. شوفوا مكتوب هنا ساوجي عربية سعودية، مكانها كان نعميت أنا وين؟ هنا، لا وين؟ هنا، هذا هو، هذا الركن الطويل، هذا ركن السعودية كان في الإكسبو عام 1970. البحرين حمراء، قطر عنابية. هذا أتوقع حقت اليابان وقطر، بس اللون شوية مختلف، ما أدري ليش. حصلنا هذه عن قسم أبو ظبي في الإكسبو كان، وفي هنا بعد هذه حقت الكويت. شوفوا حصلنا هذه بعد بوست كارد حقت أبو ظبي، عليها شعار الإكسبو. أخيرا لقينا حقت السعودية، دخل بشتريها شكلي وبفتحها شكلي، عليها هدية تبغاها في الجناح السعودي، الجناح العربي السعودي. أرجو إكسبو مرة خرافي، اشتريها 200 وأعطيك 1000. شافنا متحمسين، طلع لنا الدفتر، طلع لنا الدفتر اللي فيه المنزات وقت الإكسبو. شوف حق السعودية هذا شكله كان. اسمعوا شافنا متحمسين، بعد شايل وراه طلع لنا خريطة
خريطة مرة كبيرة. هنا كان الكويت أتوقع هذا حقهم. آه سعودية عربية. آه سعودية عربية. شوفوا هذا الركن السعودية اللي هنا. كان وقت الإكسبو. مريم والنس. أحسننا رجعنا بالتاريخ. طعنا الختم حق إكسبو 70 نختم فيه على أوراق. مرة خرافي. شوف خرافي مرة. طب مننا نكتب له اسمه بالعربي. كتبت له يا يارا مرة كيوتي. هنا حاطين أوراق نكتب لإكسبو 2025 وهذا اللي احنا كتبناه. الشخص اللي اشترينا منه الأشياء يقول هو جمعها طوال السنين بعدين لما صار عمره 70 قرر يتخلص منها فصار يبيعها. والثاني اللي جنبه اشتغل في السعودية اشتغل في أرامكو يقول في الظهران كان يقول اشتغل في أرامكو مرة كيوت. وهذا الختم اللي أخذناه وأعطانا استكرات حقت إكسبو 2025. هذا البرج تور اتصلنا من وراء. أخذنا التذاكر ودخلنا هنا داخل البرج. هنا حاطين توقعنا زي الرسومات الأولية لشكل البرج قبل ما يسووه. وهذه بعد شكله هنا كانوا بيسووا فيه أكثر من وجه بدل واحد في النص زي الحين. هذه حلوة حاطين سهم وإذا طلعت فوق تطلع وجه من فوق. هذا شكل الأخير اللي استقروا عليه في النهاية. هذا من الداخل على فوق ما ادري ايش معلقين قناديل البحر حلزونات وشيء غريبة. في هنا تحت بعد تو طلعنا من البرج بس فوق كان ممنوع التصوير. كان قصته انه زي الحياة وتطورها من المخلوقات الصغيرة للديناصورات والإنسان شيء زي كذا. بس كان حلو من جوا والله يجي منه. هذه الصور من إكسبو القديم. هذه في بعد هنا فيها أعلام. هذا مرة يحمس. لقينا معرض حق إكسبو 70 حق أوساكا القديم وكان بيقفل وقلنا لها جينا من مكان بعيد وما أدري ودخلتنا الحمد لله. هذا هي شكل المدرجات والقاعة وقت الإكسبو كذا كانت. هذه المدرجات قدام البرج هنا. هذا هو شعار الإكسبو. شوفوا هذه زي المدرجات من الداخل. شوفوا هذه الخريطة حقت الإكسبو قبل شوي اشتريناها من هذاك اللي يبيع أشياء قديمة قلت لكم جمعها ولما صار عمره 60 يبغى يبيعها. هذه أسعار تذاكر الدخول في الإكسبو وقتها. هذه أفضل 10 أركان في الإكسبو كانت ما أعرفها كلها بس ثاني واحدة كندا ثالثة أمريكا وش هذه ما أعرف شيء إيروسارود ما أدري هذا أمريكا باكو ما أدري شيء بعد تبع أمريكا. هذه اليابان رقم 7 وهذا ركن متسوبيشي شركة متسوبيشي حقت السيارات و9 أستراليا شكرا ما أدري ما أعرف شهاد باقي. أتوقع الرقم هذا عدد الأشخاص اللي زاروا الركن يمكن ما أدري ما متأكدة.
شوفوا حصلنا هذا الكتاب اللي قبل شوية اشتريناه من الرجال، حصلنا منه حبة واحدة بس، موجود هنا في المعرض، كان تبع ركن السعودية في الإكسبو. وهنا حاطين لكل مدينة أو كل ركن كان لي صور عنه. هنا هذا حق تايلاند، هذا أبو ظبي، هنا حق السعودية. شوف الصور، أنا كلام وشرح صور. في صور، هاي هذه صورة، هذه بعد. هذه الصورة من ورا، شايفين هذه الصورة اللي ورا كاملة؟ أتوقع أنها جهة المدخل أو شيء للمبنى اللي كان وقتها في الإكسبو. وهذه مجسم ثاني حاطينه للمبنى من وقت الإكسبو، كيف كان شكله. شوفوا هذا مجسم للإكسبو كامل لما كان موجود، هذا البرج، وهنا ركن السعودية. شايفين هذا الأخضر هنا؟ هذا هو ركن السعودية. هذه بعض كمان الميداليات والأشياء وقت الإكسبو. المكان مرة رهيب، وإحنا جرينا بنخلص بسرعة لأن دخلنا مرة متأخر ودخلتنا بعد الوقت، بس الحمد لله صورنا كله تقريبا، مرة كان خرافي. هذه الأشياء اللي أخذتها من هذاك اللي يبيع الأشياء في الإكسبو، في هذه الخريطة كان يبيعها ب50 ين، وهذه الميدالية ب350، وهذا حق السعودية ب150. ما أدري كان يبيع الأشياء مرة رخيصة، ما أدري ليش، مع إن أنا أشوفها أنها أشياء أثرية. طبعاً هذه أتوقع أنها زي اللي كانت الركن السعودية يوزعها وقت الإكسبو، وزعها للزوار أتوقع. هفتحها ووريكم شكلها من جوا. خلنا نوريكم الخريطة أول. هذه هي خريطة للمكان. هذا المكان تقريباً، هذا اللي فوق كله الحين صار حديقة، وهذا اللي تحت هنا جهة المول اسمها حديقة الإكسبو. هنا في البرج تاور أوف ذا سان، وهذا هو ركن السعودية اللي هنا. طيب وفي من هذه الجهة فيها بعد خريطة طريق للمطار ومدريش، وفيها هنا دعاية لماكس فاكتور حق المكياج، توقع تعرفها شركة مكياج. وهذه بفتحها الحين. هنا فيها صور وأشياء عن السعودية والإسلام، لأنه هنا بعد حاطين المسجد الأقصى، هو مو في السعودية. طيب ومن هذه الجهة الثانية، هذه الورقة الأولى حقت الغلاف، هذا صورة الركن في الإكسبو عام 1970، كذا كان شكل الركن السعودية. هذا الختم، وأتوقع هذه صور من داخل الركن وكذا. هذه بعد، في هذه، بس ما أدري، هذه أتوقع خريطة للمكان من جوه.